بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الاتصالات ما زالت مستمرة بين فتح وحماس والكل الوطني الفلسطيني على إثر اللقاءات الأمناء العامين وكذلك لقاء اسطنبول. هناك تواصل مستمر بين الحركتين للتأكيد على ضرورة إنجاز ما تم تحقيقه وتحويله إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، سواء تعلق الأمر بالشراكة السياسية أم بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والانتخابات العامة والشاملة التشريعية والمجلس الوطني والرئاسية، وصولا إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية. نحن جادون في تحقيق المصالحة. هناك إيجابية من عندنا ومن الإخوة في حركة فتح لتحقيق هذه المصالحة. زيارة وفد الحركة للقاهرة تأتي في سياق العلاقات الثنائية وتطويرها، وكذلك للتأكيد على ضرورة تحقيق المصالحة وإطلاع الأشقاء المصريين على آخر الجهود المبذولة بهذا الاتجاه لما للشقيقة مصر من دور بارز في موضوع المصالحة والوحدة الوطنية، وكذلك لبحث التخفيف عن أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من جراء هذا الحصار الظالم المفروض على شعبنا الفلسطيني، والتعرض لكل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، بحث كل هذه المستجدات والمخاطر اللي بتحدق بالقضية الفلسطينية، وصولا إلى ضرورة إلزام الاحتلال برفع الحصار عن قطاع غزة والالتزام بتفاهمات وإجراءات رفع الحصار عن قطاع غزة. الله يعطيك العافية.